حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون فلم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا منها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها لهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وعلى شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Mekanını cennet eyle, kabrini cenneti alayı seyir yeri eyle, salih amellerini makbul eyle, taksiratını mağfur eyle, ahiretini mamur eyle. İlahi ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, mağfiretinden ve cehennemden azatlık olan bereketinden onun ilahi ya Rabbi ebedi aleminin tamamını faydalandır. Burada ilahi ya Rabbi Ramazan'da dostlarının arasından ayırdın. Cenneti alede dostların arasında bayram yapmayı ona nasip eyle ya Rabbel alemin. Geride kalan evladı, iyalini, dost ve yakınlarını kendisi için duacı eyle. Hakkında yapılan duaları, yapılacak duaları dergahında kabul eyle. Kabrin korkusundan, mahşerin, mizanın, hesabın, ebedi alemin bütün korkularından kurtuluş nasip eyle. Ramazan caddesinin içerisinden cennet bahçesine kadar yolunu açık eyle. Ya Rab, cennete alada nebilerle, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle kendilerine nimet verdiğin en güzel dostlarınla beraber eyle. Burada amin diyen bütün cemaatimizin de ebedi aleme kimlere ayrıldıysa annelerimizden, babalarımızdan, ailemizin büyük ve küçüklerin, usul ve furuğumuzdan, içinde bulunduğumuz kabristanda yatan merhum merhume cümlesinin ruhlarına ve kafi ehli imanın ervahına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle. Bizler de son nefesimize kadar kamil iman, salih amel, güzel ahlak, faydalı ilim, helal rızıkla yaşamayı, son nefeslerimizi hüsnü hatibelerle tamamlamayı nasip eyle. Son nefesimizi sözün en makbuluyla ilahi ya Rabbi kelime-i şah şehadetle ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek tamamlamayı nasip eyle. Ya ilahe illallah diye bu toprakların üzerinde yaşayan ilahi ya Rabbi Osman abimiz, annelerimiz, babalarımız, bütün ilahi sevdiklerimiz la ilahe illallah'a iman ederek yaşadılar. Onları la ilahe illallah'ın rahatlığına kavuştur. Muhammedur Resulullah'ın nuruyla kabirlerini nurlandır. Hayatta olan tüm sevdiklerinden selam ulaştır. Katından bol rahmet eyle. Cennet vatanımızı, vatan toprağı üzerinde yaşayan Müslüman milletimizi her türlü ayrılıktan, gayrılıktan, tefrikadan, fitneden, şerrin her türlüsünden muhafaza eyle. Yıllarca ilahi ya Rabbi vatan toprağımızı muhafaza eden, müdafaa eden kahraman ordumuzu ve polis teşkilatımızı, vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize, birliğimize, kardeşliğimize zarar veren her türlü unsurlara karşı mansur ve muzaffer eyle. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle. İlahi ya Rabbel alemin, Ramazan'ın feyiz ve bereketinden yaşayanlarımızı da, ebedi aleme gidenlerimizi de ödüllendir. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve لِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ. ruhu şad olsun. Değerli hocalarımızın dillerine sağlık. Mekanı cennet olsun. Thank you.
Thank you.
gelen yerler abi. Yok hocalar işini taşıdığı için yine oraya geçecekler, gelemiyorlar. Camilerine gidecekler. Hocalar biraz önceli bol. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Thank you.
Bu da notumun nasıl? Anladım daha bunu. Ha? Şunları doğramam. Amin abisin. Teşekkür ederim amin. Sen ne yapıyorsun? Atın yapın ne yapıyorsun? İyi iyi yapıyor. Şey yok. Teşekkür ederim. Bade. Aha şey yazdın mı? Neydi? Başkan. Tamam. Tamam sen daha mı tanıyorum? Thank you.
تمام.
Thank you.